في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم لأهالي المناطق الحضرية الجديدة، قامت الوزارة بتوزيع مساعدات عينية على أهالي تلك المناطق على مستوى الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. استمرارا لما تقدمه وزارة الداخلية من دعم لأهالي المناطق الحضرية الجديدة وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وجهت الوزارة مأموريات إلى قاطني هذه المناطق على مستوى الجمهورية لتوزيع بواد غذائية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، حيث شارك في هذه المأموريات طلائع مبادرة جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية للارتقاء بثقافة هؤلاء الطلائع وترسيخ قيم الانتماء الوطني لديهم، وهو من عكس على حرصهم على المشاركة في هذه المبادرة الاجتماعية. مبادرة بتجيلنا على طول بشكل مستمر وبيهتموا بينا خالص، ونشكر السيد الرئيس على اهتمامه بينا. ربنا يقويك يا راس وتفضل معانا كده وحمينا ويسترها معاك يا رب. أنا بشكر مبادرة كلنا واحد عشان دايما فاكرانا، وبشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر. ألف ألف شكر لوزارة الداخلية كلها، حميانا ومنورانا ومعانا في كل لحظة. واللي في عز المحنة حتى وقالها تعدي وعلى الصوت، رجالة ولاد رجالة ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه الفوق مرفوع وسط النار بيفوق. انا بجد كنت مبسوطة جدا لان دي كانت التجربة ليا الاولى ان انا اوزع الحاجة دي بايدي، وانا بشوف الفرحة على اهلي وهم بيستلموا الكراتين من ايدي انا والضباط، وانا بجد فخوره مبادره كلنا واحد جيل جديد. تحيا مصر. بنشكر وزاره الداخليه على الاهتمام، وبنشكر سياده الرئيس ان احنا جينا في مشروع معا، حياه كريمه وحياه حلوه. النهارده كنت مبسوطه جدا ان انا كنت مع الضباط وبنفرق كراتين رمضان للاهالي. اشكر سياده الرئيس اللي هو افتكرنا في مناسبه زي كده. تاتي هذه المبادره من منطلق الدور الاجتماعي لوزاره الداخليه، والذي يحرص في أحد محاوره على الاهتمام بأهالي هذه المناطق التي أنشأتها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم، واستمرارا للدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لقاطني هذه المناطق على مدار العام. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس طبعا، نشكر أنه جاب لنا كرتونة رمضان، وكل سنة هو طيب إن شاء الله. جاء توزيع هذه العبوات التي تحتوي على سلع غذائية متنوعة وسط إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضارية الجديدة باهتمام وزارة الداخلية بهم وبأبنائهم، خاصة مع مشاركة هؤلاء الطلائع في توزيع هذه العبوات، وهي نتاج مبادرة جيل جديد التي غيرت المفاهيم لديهم ورسخ قيم التكافل الاجتماعي. أشكر الرئيس على المبادرات اللي بيعملها لأهالي الأسمرات وإنه بيهتم بيهم. احنا بجد مبسوطين إن احنا بنشارك وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد في توزيع الكراتين على أهالينا هنا في حي الأسمرات. يعني حاسة بانبساط أكتر إن احنا كنا ماشيين مع الضباط وكده، بتحسسنا إن احنا كلنا واحد. يتواصل الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لأهالي المناطق الحضارية الجديدة عبر إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية متنوعة تهدف إلى رفع الأعباء عنهم وغرس قيم التكافل والانتماء لديهم من منطلق الدور الوطني لوزارة الداخلية. بشكر الضباط إن هم جونا النهاردة في عمير بشاري الخير وفي مبادرة كلنا واحد، ومبسوطة إن الرئيس فاكرنا في المناسبات وفي شهر رمضان، وكل سنة هو طيب. مصر تملي بتفتح بابها. متشكرين جدا وكل سنة طيبين، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار مصر. كل سنة وانتم طيبين دايما يا رب، وعليكم بخير رمضان كده يا رب. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. طبعا هم المصريين.